في حد كمان ده ما فيش ريح ابدا. راجل كان يشاور بصباع دنيا في الجنين يمسك قلم ويبدا يدخل في خيمه السجن، لا كان بيعبر حد ولا كان عنده حد كبير. ها ولا مين اكبر منه؟ اللي فوق. وحد الله وحد الله قل لا اله الا الله وسمعني الصلاه على سيدنا النبي. اهو زمان ده لما دخلني انا السجن واحد طبيب خاص بي كان اسمه الدكتور احمد صبوت الله يرحمه الجميل. كان بيصلي معانا في الجامع ولما جه صلى الجمعه على الامين قال لي الشيخ راح فين؟ قال له ده ذهب وراء الشمس. وكان اللي يجيك سيرتي كان يعني كاتب يعني اخويا كان يمشي في الشارع الناس كانت تمشي في الشارع كنا نجيب شيخ اللي يتكلم علينا ناخد عدوى. يعني حاجه كان ارهاب ارهاب ما بعد ارهاب. انا طلعت من السجن والله كان واحد لما يجي يسلم عليا والله لولا كنت احوشه كان عندي جزء رجلي. لا يا ابني حرام. طلعت من السجن شافني ماشي في الشارع اخويا لا محاولت لحد ولما ان شاء الله. طبعا عليك حد اضطر بقى انه ايه؟ مش هيجي. قال لي يا مصدر انا لسه بارك سنك لان عايز ارد عيالي. قلت له يا ابني هو انا يا ابني اصبحت مخيف لدرجاتي؟ ها؟ كانت المساله كده. احمد ثروت بصفته كان طبيب خاص بالجمال عبد الناصر. قال له الراجل ده مظلوم. الراجل ده مظلوم انت دخلت السجن ليه؟ قال له انت بتدافع عنه ليه؟ قال له والله الا لا في بينه وبينه نسب ولا ما عرفت قريب اصلح عنده. طب وجيت نروح السوق. قال له زمان قال له قال له شرف لا يمكن يطلع من السجن ثم انا حي. ليه؟ قال كلام نفس اللي بلغ الكلام. ان انا ما بدعوش على المنبر، ان انا ما بجيش ترتب، ان انا ما بطبقش لان الحياه ما بعرفش اطبق، لان الاذاعه في اولادي بتنظم لك كده اهو، بنظم لك كده اهو، يا حبيب الاشتراكيه يا قليل الانسانيه بنظم لك كده اهو، الطبله تضرب، بنظم لك كده اهو، واحد يزمر في الارتقاء بدوره. غلط غلط غلط. دي الكلام بقى وصل له شحن ودنه. وهو الحاكم الراجل ما عندوش رحمه ولا تفكير، كان عنده البلد عزه. قال ودوه السجن ودوه السجن. رحت الداخليه يدوروا على اسمي في كشوف الاخوان مفيش. قال في الوضع مفيش مالوش من اتباع المحبات اللي كانوا بيقولوا له لولا المصطفى لكان مصطفى هو المصطفى. ولولا الشيخ الوضع حمارا لاتخذ. مفيش. في روحي انا فاكر الشيخ هيبقى ده في روحي. شيخ مركي طب ما اللي بيقول له طب يا فلان دي ما تحطوا على قائمة ايه؟ انتوا اعتقلتوه هتحطوا على قائمة ايه؟ يخرج من الشبان المسلح وشبان ولا اخوان ولا شيوعي ولا ودي ولا سعدي. اخرج تثبته تحت عنوان ثورة مضادة. ثورة مضادة. مضادة حاوي. المهم هو كده مش يعني هو دي هتخيرهم؟ قال له ده مش هتخيرهم ولا بقول لك قربوا على واحد مسيحي على زعم ان هو من الاخوان. اول ما دخل وراهم الصليب ده ما الصليب ها؟ قالوا يا بيه قالوا لي احنا بطلين مش هم؟ يعني رد عليه غلط لا اكتبوا يا جدع تحت عنوان مسافه عادي. شافوا لا حرفين لا لا دخل عنده القشرة على المعصة من مصاري. ها؟ ايوه. فقال له مش ممكن هيطلع صلمان على فيه الحياة. والله العظيم بعد كده قلت له ما تخلاش حد يتوسط لي ابدا لان اللي ربنا هيقضيه هيقضيه. لان انا اول ليله دخلتها بيت داخل القلعه يعني شفت المنام في جواب جاي لي بقراه قال لي اصبر صبرا جميلا. قلت له ده هتطول. الناس اللي معانا قلقانين اللي في السجن كان معانا واحد زي بينهم السويس فيه يا ماما في سجن القلعه بتصبح الصبح كده بصوتها اللطيف. اليابان يقول وحدوا ربكم كده بصوته الجميل. فكان الحيمه ده يعدلها كم مره تقول؟ قالت مره 18 مره. قال احنا هنقعد 18 يوم ونص. اتعرفت قال لي يا ماما قالت 18 مرة. قلت له طب اسمع بكرة شوف ما هتقول كم مرة. يا ابني يوم قالت 20 مرة.
الكل طبعا قال الله يكرمني بثمانية فريق لقوي البلد. قوي البلد. هو قال مش هيطلع بعد غفلنا لقينا موسى دام ضارب البلد مكسر به. وزيتهم الارض اللي بتوع الثورة الارض نار نارهم في الصين. خلاص الكتف على دمهم قالوا طلعوا الناس دول بقى نصها داخل بقى. طلعنا في 68 وجمال على قيد الحياة. وهو قادر ربنا. وشوف أن أقول لك. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل يا رب دايما. فإذا واحد يقول لك إن فلان هيموت السنة الجاية. والله ده لما نسمع عارف يا قتل من ملك الموت.